السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اللي الناس كله طايحين فيها بكل مكان تحصل اسمها Elden Ring أو خاتم Elden. اللعبة هذه من العاب الصعبة، لكن قلت فايز أنت ما عمرك نزلت بقناة العاب صعبة، أتوقع أني نزلت سكرو من زمان، أتوقع أني نزلتها، فقلت لازم أجربها لأن اللعبة جديدة والمدح عليها مرة عالي وتقييماتها مرة عالية، فقلت خلونا نعطيها نظرة سريعة. فقبل أن نبدأ يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نروح نيو جيم ونشوف اللعبة مع بعض. بسم الله. أوكي، أنا تو شغلت اللعبة فما أدري إيش بيصير. نختار طيب إيش الفرق بينهم؟ اوكي جوست وات، ليش هذا لفلة 9؟ شوفون 8 7 5 7 6. طيب بصراحة ما اعرف هذا لفل واحد، بس كل شيء 10. طيب خلونا ناخذ اول واحد، ان ليفل 9 اتوقع هو اعلاهم صح؟ لا في 9 هنا في... ايش هذا؟ ساموراي، مسجون او سجين، واتش اوكي، وورير فاي بلود اوكي، هيرو اوكي، انواع اتوقع. طيب ما ادري ايش اخذ بصراحه، فخلنا ناخذ اول واحد اللي حاطين هذا. يا يعني نتحكم، خلنا نبعد الماوس، خلنا نتحكم بالكنترول افضل. يا اول واحد عنده درع، يا كل شيء عنده. اوكي يا شباب بدينا. حلو حلو حلو. القصه بصراحه ما لها اي داعي لنا، عن خزعبلات، عن خاتم إلدن واللي يبحثون عنه الوحوش، يبحثون عن القطع حقت الخاتم اتوقع، فاشياء ما لها اي داعي بالقصه. طيب خلونا نشوف بس دقيقة قبل، انه وين؟ كان الإضاءة قليلة عندكم صح؟ كذا يصد، اوكي. اوكي انا اتعلم، طيب. اوكي كذا اسوي داش، حلو حلو. طيب، ايش عندنا هنا؟ سويتش، لا نضغط كذا. وات؟ اوكي اصبع اصبع الساحر اوكي، او الساحره ما ادري. المهم في شيء ثاني؟ لا اتوقع نطلع من الباب وتبدا القصه، او تبدا الرحله. اوكي اوكي او ماي جاد. اوكي الجرافكس مبدئيا اشوفه مره عادي، ما ادري يطيح او لا. طيب اللي عارفه ان اللعبه مره صعبه، مره مره صعبه. هل في شيء هنا؟ لا، لكن ان شاء الله اني انا قد التحدي ان شاء الله. طيب هل يمديك تجري؟ يا حلو. اوكي فايدة، وين رايح؟ ما ادري بصراحه، لكن من هنا. اوكي او ماي جاد، نروح من هنا. لحظة على طول كذا. يا الحبيب لحظة دقيقة مستحيل كذا على طول، ما معي لا هيلث ما معي شيء. دقيقة يبدي يضغط ستارت. لا شت، يخرب بيت، كنت انتظر فايز هذه اللعبة كذا صعبة. لا تجلس انت. اوكي حدد عليه كذا، تصد. اوكي خرب بيت كمان عنكبوت. دقيقة يمكن سهلة. اوه شت، اخذت ضربة ثانية ما لها اي سنع، مستحيل اقضي عليه. اوكي فايز طلعت فضايحك، ما تعرف تلعب العاب السول، مستحيل اقضي عليه.
اوكي الحين بيبدوني من جديد صح؟ طيب يمديني اهرب منه صح؟ مفروض يمديني انه زي لازم تموت. اوكي لازم اموت. يا قلت مستحيل بالبداية يعطوك وحش على طول او زعيم على طول. طيب هذا من ضمن القصة. اوكي ايش صار؟ Oh my god, الحصان الأقرون. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Okay, هذي بتساعدني صح؟ حصان اسمه تورنت. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Okay. ايش صاير؟ ما ساعدتني. توقعت تساعدني. انت شوف العباء اللي لابس، مرة رايحة فيها. طيب هل اسلحتي معي؟ اصلا كيف جيت هنا؟ يذبح هو ذبحني. بلاسك او فلاسك. طيب كيف جيت هنا؟ انا ما ادري كيف جيت هنا. المفروض كنا برا. في ايتم هنا بس ما ادري كيف اجي. شي هنا. اوكي معلومات عن الكهف. اوكي هذول اتوقع ناس ميتين. هل اطلع؟ يا اتوقع تطلع. طيب في ايتم فوق، كيف اوصل له؟ ما ادري. اطلع اسحب عليه. يس لحظة ما شيء. او معي سلاحتي. معي كنت بشيك الأسلحة معي. يس معي. اوكي فايز مستعد للقتال. المفروض الحين مستعد. دقيقة ايش هذي؟ تورتش جريس. هذه نفس الكم فاير. اوكي يعني مديك ترتاح هنا. ريست. اوكي بس تم بدك تغير الوقت. حلو. طيب ما راح اسوي شيء. اطلع. هل يمديني امر من هنا؟ لا منطقيا لا، لانه حاطين انك ما يمديك تمر. شيء هنا طايح. بيت قبل شوي خات هذا اصبع ساحر والحين اصبع شيء ثاني. اوكي حلو. صدفة صح؟ لا كنت عارف. طيب الطريق مفروض من هنا. مستحيل. اوكي راح. مستحيل بيخلوك تطلع من هنا سالم. مستحيل. هل في شيء؟ نو اوبن. ماي جاد الرسومات. اوكي بغير كلامي. الرسومات مرة حلوة. في وحش يمشي هناك تشوفونه تحت.
في واحد واقف هنا. طيب خلينا نشوف هنا في صقور ممكن تجري. اوكي ما في شيء هنا فايز. اوه ماي جاد. طيب كيف اشوف الماب؟ كيف اشوف الماب؟ يا اوكي اوكي حاليا ما هو واضح الماب، اتوقع تفتح مع الوقت يعني كل ما تقدمت كل ما فتح لك الماب. يا ريت معي اسهم كان صقعت الصقر هذا. طيب خلونا نروح نشوف الرجال اللي واقف. يعني واضح انه اول شخص نتقاتل معه. اوه في حيوانات، وين في خروف يمشي هنا؟ في ضوء هنا، خلونا ناخذ هذا اول شيء. You have come to find us. اوكي يعني في كرافتن اللعبة، حلو عندك تصنع اشياء. اوكي لحظة في شيء ثاني ما ادري. ماي جاد لابس درع هذاك صح؟ طيب هذه شو اسمها جريس ثانية، خلنا ناخذها زي الكم فاير اتوقع اللي بدارك سوز والاشياء هذه. يا الحين يعلمونا الماب. طيب توك. Oh yes, Tarnish Darwin, come to the lands between for the Elden Ring. Of course you have. أحب شوف وجهك. Unfortunately for you. Oh my God, الشكل. You are maidenless, without guidance, without the strength of runes, okay. And without an invitation, you are fated. خلاص خلاص. طيب. أخذنا هذه. الحين خلاص العالم مفتوح صح مفروض. ودي أروح أذبح الخروف اللي هنا. بس كيف في هنا شيء؟ كيف أجيب حصان؟ دوري. قاعد تود الهيلث حلو. كيف اجيب حصان؟ ما ادري بصراحة. خلينا نكمل. جمع ورود. اوكي جمع كل شيء، كل شيء تشوفه جمع. اوكي عندنا الهيلث فوق و اشياء ثانية. اوكي بذبح هذي. تعال تعال. تعال. يس طيب اعطاني عظم، مفروض يعطيني لحم. حلو اوكي اعطاني عظم الخروف، اعطاني عظم بيتشار. طيب خلونا نتقاتل مع هذا، واضح ان هذا اول شخص نتقاتل معه. اوه ماي جاد مدرع ذهبي. الحصان درع وهو درع. طيب هو جاي يمي صح؟ طيب خلينا نروح منطقة مفتوحة زي هذه ونستعد لأول قتال معنا. طيب حدد عليه. يس. اوه شت ليش دمه كذا؟ اوه ماي جاد. يا الغالي فايز ما ضربته ولا ضربة ترى. اوكي اوكي شش يخرب بيته. دقيقة او ماي جاد. طيب اتوقع ان هذا نخليه بعدين. يخرب بيته. اوكي يبيلي تقعد ساعة عشان تقعد بس تذبح هذا. طيب هذا بنتركه بعدين. حلو اوكي. طيب كان جاء الليل صح؟ ما ادري خلونا نكمل. يمديني لحظة بتخطى الوقت لان احس انه جاء الليل.
خلينا نتخطى الوقت، نحطه مثلا باستايم، نحطه مورنينج. هل يصير شيء تتخطى الوقت؟ اوه ماي جاد، هذاك واقف هنا انتظرني. طيب لا يا اخي ليش طلع؟ اجين بحط الظهر لان احس ظلام للحين. معليش سرعة بس تايم افترنون نون نون نون. طيب يا كذا حلو، لكن في مطر مو مشكلة. أنا بدي أجمع. أوكي يعني كل ما خطيت الوقت تأخذ أو إذن لأني مت. ما أدري بصراحة. طيب خلونا ندور وحوش صغيرين. هذا نهرب عنا من هنا. إيش هذا؟ هذا زي الأرواح حقاتك اللي زي دارك سوز ولا شيء هذي. إن كذا إذا مت ترجع لك الأرواح أو تروح تأخذها. قطعة من الخاتم. أوه أعطاني هذا لحم. أوكي أنا خايف هذاك يجيني بصراحة، فخلنا نهرب من هنا. اللي سمعته إن اللعبة عالم مفتوح، يعني يمديك تروح بأي مكان، فخلونا نروح لأي مكان نسحب على هذا. يا يمديك تسحب عليه بالراحة. هنا يمديك تصنع. اوكي طيب احنا ما معنا شيء نصنعه صح؟ يوز ما راح تسوي شيء. ليش الحمار يلمع؟ ليش شكله كذا؟ طيب that you're not after my throat, then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. Okay, هذا يبيع أو يا يبيع أشياء. عندنا إحنا نبيع الأشياء عندنا، لكن ما راح أبيع له شيء حالياً. مدينا نشتري من عنده. أوف بلف. Okay, عنده أشياء. طيب راح أجيك بعدين. Goodbye. 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 طيب هذا لازم يا لازم تفعلها. اوكي معناته اذا جيت كل جريس افعلها. اي جيت ات فهمت. تربيت هجج انا فايز هج انا. طيب ما في وحوش مغرو. اوكي صارت لعبه سهله، توقعت لعبه صعبه. اوكي في واحد قدامنا هنا. ايش هذا؟ ارنب. اتوقع هذا يمدينا عليه، خلونا نجرب. تعال بس خلنا نتذكر كيف التحكم. اوكي كذا نركز عليه اول شيء. تعال يا يمدينا عليه هذا مره ايزي. تعال يا هذا مره ايزي. طيب هل يعطينا شيء؟ نو. خلنا نكمل. ايش؟ ورود. خلنا ناخذهم. دقيقة يمديني اذبحه صح؟ كذا بالتخفي. يس! الحركات هذه من افضل الحركات. طيب اوكي في واحد هنا. ان الحركه هذه نفس كل العاب سولز زي كذا، يمديك تسوي الحركه هذه. طيب هذا سهل 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 مره سهل. يقرب. لا 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 قوم قوم لا تقعد. ركز عليه. اوكي اوكي هذا مره سهل برضو. اوكي تعال
باي سهل ما ضربت ولا ضربة. ننتظر الفرصة. ايش الحيوان اللي هنا؟ في حيوان هنا كأنه خنزير صح؟ هل يمديني اذبحه بالتخفي الخنزير؟ بدال اتوقع انه ما يحتاج لكن اعطاني برضه عظمه. خذ هذه ليش ما تاخذها؟ لكن مره سهل في واحد هنا صح؟ يس كمان كمان. هل بيشوفني؟ اوكي مره غبي ما راح يشوفني. مره غبي. اوكي حلو. احلى شيء باللعبه انك بشكل عام كل العاب سولز اوكي في كهف هنا انك اذا ذبحت شيء او ذبحت شخص تحس بطعم الانتصار. هذه ميزه العاب السولز بشكل عام. طيب في سلحفاه خلنا نشوف سلحفاه. ايش هذاك اللي فوق الجبل تشوفونه؟ طيب خلنا نشوف السلحفاه اول. وفي دنجن هنا بس ما راح اجيها الحين. هل هذا تقاتلني؟ ما ادري لكن بشوف السلحفاة. يمديني اذبحها. اوكي جولد. لحظة اتوقع هذه لازم اذبحها. يس اذا طلع عليها هيلث كذا خلاص من عادي يمديك تذبحها. اسف يا السلحفاة لكن ابي اشوف ايش تعطيني. ام سوري سوري موتي. تورتل نكمي اوكي. اوكي الشيء هذا يتحرك. في شيء هنا يتحرك. هذا يتحرك. بيت يخرب بيت يخرب بيت بويزن يخرب بيت الدقيقة. لحظة هذه لازم اذبحها برضو تخلص منها. تعال تعال كيف يروح مني السم؟ ممكن وين راحت؟ ممكن تنزلين وين راحت؟ يخرب بيت كيف اذبحها هذه؟ اوكي بموت انا. كيف اشرب؟ كيف اشرب هل؟ كيف اشرب هيلث؟ اوكي كذا اوكي. فاسحب عليه. هذا ما يمديني. طيب انا ما ادري ادخل الدنجن ولا لا. خلنا ندخل الدنجن عشان تخلص من البعوض هذا. لكن هيلثي مره قليل. الهيلث مره قليل. اجمع اللي هنا. نايش نايش. هذول ذبحناهم. هلا ثلث نفسك. بموت. حلو حلو حلو. في هذه اللي تعالجنا صح؟ المفروض تعالجنا اذا قعدت عندها تعبى كل شيء. مفروض خلنا نتاكد. نسوي مثلا باس تايم الى الصباح لأنه داخل كهف ما يفرق. طيب والحين نطلع. هل كل شيء تعبى؟ كيف؟ يس حلو. يخرب بيت الظلام. ما في شعلة ما في شيء. أتوقع أنكم أنتم شايفين أي شيء. أوه ماي جاد في ذيابة. واحد اثنين ثلاث. اسحب عليهم حاليا. اتوقع انهم مره قويين. وفي ذيب عنده حارس. اوكي الحارس ميت. توقعته حارس لكنه واحد ميت. تعال تعال مره ضعيفين. تعال اوكي. اللعبه صعبه مره سهله. كرهتني. مره سهله اللعبه. اوكي بموت. اوكي
ركز على واحد، ركز على واحد. هذا قوي كبير. اوه شت، حلو. اوكي حلوة، سهلة اللعبة، لكن اتوقع انها لسه بالبداية، ما جتنا قبل شوي بالبداية العنكبوت هذيك. اوكي جمع الاشياء هذي، ما ادري شو، لكن جمع كل شيء تشوفه ونطلع. صح يا مفروض نطلع، ما نطلع، نروح تحت. اوه شت، ماني شايف اي شيء. شو هذا؟ اوكي نمدينا نمر تفرت. اوكي او ماي جاد، في زعيم. طيب اوكي، حبه حبه نتعامل معه. اوكي مقدور عليه، مقدور عليه، لكن يبغى له وقت، يبغى له يكون معنا هيلث. اوه شت، طيب صراحه مقدور عليه، لكن يبغى له يكون معك هيلث ووقت. كيف شكله؟ او ماي جاد الشكل. خلينا نحاول مره ثانيه ان شاء الله يمدينا عليه. هل يبدوني قريب ولا بعيد؟ اما من هنا يا يمدينا، يمدينا ان شاء الله. ما رسبنوا ثيابه ان شاء الله، ما رسب. اذا رسبنوا بسحب عليهم، يا رسبنوا بسحب عليهم، بخش على طول عنده. تعال يا، ما راح اخلص ثلثي عندهم، فخلنا نخش على طول عنده. تعال اوكي، حلو حلو، داش حلو. لا 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 لا. اوه ماي جاد، اوه لحظة، فايز بكل الزعيم هذا ما تجي الحين. طيب ياخي ليش ما يمديني اسوي داتش يمين؟ الشخصية مرة ثقيلة. اوكي ما يمديني حتى اسوي بلوك كذا. اوكي هذا مرة صعب. مرة صعب. ما اتوقع اجيها الحين، مرة صعب. طيب يا شباب، بري الحلقة هنا، إذا تبون ننزل عن قتال وزعماء وكذا واحاول اتعلم، فاكتبوا لي تحت وبس، وان شاء الله اشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.